يأتي هذا فيما استشهد 3 فلسطينيين، فيما أصيب 15 آخرون في قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد يوم واحد من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة تابعة للوكالة الأممية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان في غارة شنها طيران الاحتلال على منطقة الجعفراوي شرق دير البلح في وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة. يلا